لي برودور ما وعد مهم. اليوم البرودور لازم الواحد يفهم اللي البرودور موجودين قبل الثورة وموجودين بعد الثورة، وهذا عنده أهمية كبيرة ياسر في البزنس، على خاطر البزنس نتاع الأوديو فيزيوال هو بزنس مهم. علاش مهم؟ على خاطر احنا مانيش في أداة ما بين منتوج ومتقبل هكاهو، احنا زاد عندنا أهمية نتاع المستشهر. المستشهر شكونه؟ المستشهر بالنسبة لنا احنا اليوم لازم يتحول إلى بارتنير، إلى رفيق، إلى مرافق للمادة الإعلامية، مرافق لعملية الإنتاج، مرافق لعملية تقديم المنتوج، وهذا ممتاز. علاش؟ على خاطر وقت اللي المستشهر يفيق ويفهم اللي مع المنتج فما إمكانية أنه نمسوا كاتيجوري معينة ولا نمسوا مستهلك معين، احنا نجم نعملوه شيء هذا. مراد زغيد يفهم برشا على الحكاية هذه. ان توكا هيت نلخصوا، البرودور موعد مهم لاجتماع المنتجين مع المستشارين ويلزموا يتواصل.